السلام عليكم، غادي نشوفو في الفيديو كيفاش ندير نروبريزونتي لي سيكونس بنوماتيك. بحالاش مثلا عندي واحد المجموعه ديال لي فيران اللي غادي يديروا واحد المجموعه ديال لي زاكسيون. الفيران الاول غادي يخرج مورا الفيران الزوج، يدخل الفيران مثلا الاول مورا عند الزوج. هاد لي زاكسيون اللي جاو متتاليين كندير نعبر عليهم في البنوماتيك بلا لو شيما. كاين ثلاثه الطرق، كاين ان ديسكريبسيون تكستيال، كاين لي موفمون بنوماتيك، وكاين الكرونوغرام. مثلا هاد ليكزومبل هاد عندنا هنا واحد السيستم بنوماتيك اللي كيتكون بزوج تاع لي فيران، الفيران الاول هنايا 1.0 والفيران الزوج 2.0. مثلا هاد ا او بي، هاد الفيران هذا غادي يدفع لنا لا بيس حتى يوصلها لهاد البلاصه اللي عندنا هنا باش يجي الفيران الزوج يدفعها وكتدخل في هاد لا بواط هاد. دونك هادي واش كنقولوا ان سيكونس بنوماتيك. يعني انا كي غادي نكليكي على واحد البوطون ولا لوبيراتور كي غادي يدير لاكسيون ديال الديماراج، غادي لي فيران يبقاو يخدموا راسهم، يديروا زوج ولا ثلاثه ولا اربعه تاع لي زاكسيون ويوليو ليطا انيسيال ديالهم. دونك كي ندير نعبر انا على هاد الشيء هذا. الطريقه الاولى هي ديسكريبسيون تكستيال، انني نعبر عليهم بالتكست، ندير الكيت شارج انني نشرح داك الشيء بالتكست. دونك هاد السيستم اللي كان عندنا هاد ديسكريبسيون ديالو. Lorsqu'on actionne un bouton poussoir, le premier vérin pousse la pièce hors du magasin. Quand on clique sur le bouton poussoir, le vérin va déterminer la pièce pour sortir du magasin. Puis le second vérin reprend la pièce pour la pousser sur le toboggan. Moi, je vais chercher le vérin rouge pour déterminer le toboggan. Le toboggan, c'est le maillon qui est dans la boîte. On tire la pièce dans la boîte. Dès leur tâche accomplie, qui cumulent les tâches d'elles, les verres reviennent à leur position initiale. Les verres reviennent à leur position initiale, l'un après l'autre, واحد مور واحد. D'abord le premier, puis le second. Donc, هذا هو الشرح ديال هاد لي سيستم ديالي. كيقول لك بلي غادي يخرج الفيران الاول، يتبع الفيران الزوج، موراها كيولي الفيران الاول وكيولي موراه الفيران الزوج. دونك هنايا كنعبروا عليها بالتكست. هاد الطريقه هادي مزيانه باش تعبر لنا على واحد لو سيستم، مي تقد دير واحد اللبس في الفهم ديالنا للسيستم على حسب التعبير اللي عطاوه لنا. قد يكون تعبير بسيط وسهل ومفهوم، وقد يكون واحد التعبير اللي صعب شويه للفهم. انا وجدت واحد المجموعه ديال الجمل اللي غادي تعاونني باش دير لا ديسكريبسيون تكستيال لاي سيستم بنوماتيك كيما دار. دونك ما نفكرش بعيد، نحاول هاد الجمل اللي غادي نشوفوهم نجمعهم وكنكون انايا واحد ديسكريبسيون تكستيال للسيستم ديالي. بالنسبه لهاد الجمل واش تهم، هادو الجمل الاولى كيعبروا على الديبار، كيفاش غادي نبدي مثلا الديسكريبسيون ديالي. نقدر نبدي بهكا لو ديبار سيكل اي افيكتيي باغ ان بوتون بوسوار، يعني لو ديبار غادي يبدي بواحد البوتون بوسوار. ولا نقول لوبيراتور ماشين ديمار لا ماشين اون اكسيونو ان بوتون بوسوار، حتى هادي عاود تعبر عن نفس. اون دوا اكسيوني دو بوتون بوسوار بوغ فار سورتيغ لو فيرم. دونك بحال هادي خصني نبطع على زوج تاع لي بوتون باش نبدي السيستم ديالي. قد عاود نقول اون دون لو سينيال دو ديماراج باغ، ونقول عاود باغ باش بوتون بوسوار لوفيي بيدال على حسب السيستم اللي عندي. نقدر عاود نديرو هاد الطريقة هادي ابخي لاكتيفاسيون دان بوتون بوسوار ونزيد هاك. دونك هاد الجمل اللي هنا كيعاونوني باش نبدي لا ديسكريبسيون تكستيال. موراها غادي يجيو لي فيران، هذا يدخل هذا يخرج، غادي نختار عاود واحد الجملة بهاد الجمل اللي عندي هنا فاصلة وكتجي لو فيران سور ولا لو فيران غونتخ على حسب واش عندي. نقدر نقول عاود كذلك لو فيران سور ولا رونتر على حساب واش غادي يدخل ولا يخرج جوسكا سا فان دو كورس، يعني غادي يخرج حتى الفان دو كورس ديالو حتى النهايه نتاعو، ولا غادي يدخل حتى البوزيسيون انيسيال ديالو. قد عاود نقولو كذلك كون لو فيغا اي سورتي ولا اونتري كومبليتمون، يعني حتى يخرج الفيران كامل ولا يدخل، ها واش غادي دار مورا. عاود هنايا اون فوا كي لا اتا لو غالي، ونقول السميه تاع لو غالي واش ا زيرو ولا ا ا ولا، وندير فاصيله ونكمل واش باقي. Le verra retourne à sa position initiale. Le verra a dit la position initiale. Ou là, le verra revient automatiquement. Had le jumel li hna ghadi yaounouni bach ndir hadik la séquence. Le verra l'ouli khraj, le verra zawj ydkhl, le verra aoud talta w chayda. Nbqa had le jumel hadou nbeddelhom bach ndir la description dial. Mour had chi wach ghadi yji ghadi qad ykoun andi wahed la temporisation ou la. Donc nqd ngoul après une temporisation de 3 secondes ou la 5 secondes ou la, ha wach ghadi ydar. عاود ابخي ان سيغتان طون ما نقولش كاع الوقت، عاودها واش غادي دار. دونك بالنسبه للتمبوريزاسيون خاطر شي جمله بهادو باش نعبر عليهم. بالنسبه لا فيتاس ديال لي فيرا نخليها تاع التالي كاع، وكنقول لا فيتاس دو رونتخي ولا سورتي على حسب واش عندي دي فيرا ا اي لونت صافي. عاود لا فيتاس دو سورتي دو فيرا دو اي لونت ولا هكا. دونك كنجمعهم ولا لي فيتاس دو رونتخي دي فيرا ا اي بي سون لونت، يعني تقد تجمعهم كاملين.
هاد المجموعه ديال الجمل غادي يعاونوني باش ندير واحد ديسكريبسيون تكستوال للسيستم ديالي. يبقى دائما المشكل في الوضوح في هاد الديسكريبسيون، يقد شي واحد يفهمها مزيان شي واحد ما يفهمهاش، قد تعبر مزيان قد ما تعبرش. لذلك كاين طرق اخرين اللي يسهلوا شويه الخدمه وغالبا كيكونوا مفهومين بزاف. الطريقه اللي جايه مور هذه هي لي موفمون بنوماتيك. هاد لي موفمون بنوماتيك ولا كاين اللي يسميوها لي سيكواسيون بنوماتيك، غادي نعبروا على لي فيرا بلي سامبول ديالهم. دونك مثلا كي كنقول ا بلس يعني لو فيرا ا، وهاد البلس واش كيعني لا سورتي دو فيرا، يعني لوبيراسيون الاولى غادي ندير ا بلس، موراها غادي تجي بي بلس يعني الفيرا بي حتى هو غادي يدير لا سورتي، عاود موراها ا موا حتى هي غادي دير لونتري دروكي، لان الناقص كيعني لونتري والزائد كيعني لا سورتي، وكذلك بي موا. دونك انا كنقول ا بلس بي بلس ا موا بي موا، لو فيرا ا يخرج موراها يخرج الفيرا الزوج هو الفيرا بي، موراها كيدخل الفيرا ا، وموراها عاود كيدخل الفيرا بي. عبرت على السيستم كامل بواحد الربعه ديال لي كاركتر ا بلس بي بلس ا موا بي موا. هاد الطريقه سهله بصح فيها شي حالات خاصه ما تقدرش تعبر عليهم بهذه. الا كانوا عندي دو فيرا غادي يدخلوا في خطره، واش غادي ندير؟ غادي نديرهم بين قوسين. دونك هنا غادي يكون عندي ا بلس يخرج بي بلس غادي يخرج، والاموا وبي موا غادي دار في ميم طو. دونك في هذه الحاله هذه غادي نديرهم بين قوسين باش نقول بان هاد دوز اوبيراسيون غادي داروا في خطر. دونك هي اللي عبرتها هنا لونطري دي فيرا ا اي بي اي سيميلتاني، يعني في هذه الحاله هذه غادي تكون سيميلتاني زوج بهم يدخلوا في خطر. الا كان عندي الوقت ها كندير نعبر عليه. دونك بالنسبه للوقت غادي يكون عندي ا بلس، دونك لو فيرا ا يخرج لو فيرا بي يخرج، بعديها غادي توقع ان تومبوريزاسيون دو 2 سكوند، عندي 10 ثواني ديال الوقت اللي غادي نستناوه، عاد غادي نديرو ا موا لو فيرا ا يدخل، وموراها لو بي لو فيرا بي غادي يدخل. اوك هكا غادي نعبر عليها ا بلس لا سورتي ديال فيرا ا، بي بلس لا سورتي تاع الفيرا بي، تومبوريزاسيون ديال 10 ثواني، موراها عاود لونطري ديال فيرا ا ولونطري ديال فيرا بي. هذا مزيان، بصح كاين واحد الطريقه اخرى شويه ستوندار على هذه اللي كنسميوها الكرونوغرام، هو هذا الكرونوغرام هذه. دونك بالنسبه للكرونوغرام واش كيقول؟ كيكون عندي لو فيران ديالي ها هو ا، وعندي الفيران الزوج بي. شحال ما عندي من فيران غادي ندير من لين ديالي، كل فيران عنده لي فانت كورس ديالو. دونك ال ا عنده ا زيرو و ا ان، بالنسبه للبي عنده بي زيرو و بي ان، ونقسمهم هكا مربعات. كل كولون هنا كتعبر على خطوه واحد ليطاب، مورا كتجي ليطاب الزوجة، مورا التالتة، مورا الرابعة. دونك في ليطاب الأولى كاع هي هادي، واش عندي؟ عندي لو فيرا أ كان في هاد البوزيسيون خرج لهاد البوزيسيون، يعني كان في أ زيرو ولا أ، دونك الفيرا أ خرج. دونك هاد العلامة هادي هي اللي كتعبر لنا على الفيرا أ يخرج. المرحلة الزوجة واش كاين؟ هذا ما دار والو، بصح هذا واش وقع له؟ أن الفيرا بي تا هو خرج. دونك الأول هنا أ خرج، يعني بحال لي أ بليس، وهنايا بي بليس. بعديها المرحلة الثانية واش تا؟ هذا غادي يدخل اموا غادي يدخل، وموراها هذا غادي يدخل عاد. دونك هذه طريقه باش نعبروا على ان سيستم بنوماتيك. كنقولوا بان غادي يخرج في المرحله الاولى عندي هي رقم واحد، المرحله الاولى غادي يخرج الفيرا ا، المرحله الزوجه غادي يخرج الفيرا بي، موراها كيدخل الفيرا ا يعني ولا ليطا انيسيال ديالو، هو كان هنايا في ال ا واحد ولا ال ا زيرو، ومن بعدها غادي يولي عاود هذاك البي ليطا انيسيال ديالو. دونك هاد لا ميثود هادي اللي كنسميوها لو كرونوغرام، ولا كاين اللي كيسميها ديغرام بازاب. هنا كندير 5 ايكال 1، واش المعنى ديال هادي؟ بانه ولينا ليطا الانيسيال اللي كانت عندنا في الاول، دونك ولينا المرحله اللي كنا فيها الاول، ها هو هذا كان في ا زيرو، هو في ا زيرو، هنايا هذا راه في بي زيرو ولا البي زيرو. هذا الحالات الخاصه اللي فيه كاين بحال هكا، مثلا هنايا عندنا زوج تاع لي زوبيراسيون في خطره. باش نعبروا على انه زوج تاع العمليات غادي يداروا في خطره، غادي نديروا في نفس الخطوه في نفس ليطا. هنا كنقراو هاد الكرونوغرام واش غادي يقول؟ المرحلة الأولى الفيرا أ غادي يخرج، المرحلة الزوجة الفيرا بي غادي يخرج، المرحلة الثالثة عندنا زوج عمليات في خطرة، غادي الفيرا أ يدخل والفيرا بي يدخل. ودروك هنا عاود قلنا 4 تساوي 1، يعني في هاد المرحلة ولينا المرحلة إنيسيال اللي كانت عندنا. دونك إلا كانوا عندي زوج تاع العمليات يدارو في خطرة، غادي يدارو في نفس الخطوة ولا في نفس ليطاب تاعي في نفس لاكولون. حالة أخرى هي هادي، إلا كان عندي إن تومبوريزاسيون بحال هكا، عندي هنا واحد 10 سكوند، واش غادي ندير؟ راني نخلي واحد الخطوة اللي ما دار فيها حتى عملية، كلشي يبقى في بلاصتو. دونك هنا غادي يخرج الفيرا أ، موراها غادي يخرج الفيرا بي، هاد العملية ما يدار والو، وكنجي هنايا لتحت وكندير تي إيكال، وكندير المدة الزمنية اللي خصني نستناها 10 سكوند 20 سكوند شحال ما عندي، من بعديها أوتوماتيكمون غادي دار العملية ديال لا غونتخي دي فيرا ا، يعني هذا غادي يولي لبلاصتو و
كي يولي هذا البلاصتو عاود هذا غادي يولي البلاصتو لهنا. دونك هادو هما المراحل في الحاله ديال التمبوريزاسيون. واحد الحاجه اللي تقد تشرحها لنا هاد لا ميثود وما تشرحها لناش لا ميثود ديال الموفمون دي بنوماتيك هي لا فيتاس. دونك انا ممكن نعبروا على لا فيتاس، الا مشينا بينا في مربع واحد لا سورتي دونك هنا كنقولوا بان عندنا ان سورتي رابيد. دونك بحال هنا واش درنا في بلاصه ما نفوتوه ديريكت مول هنا طولنا شويه باش نعبروا على انه كاين ان فيتاس لونت. دونك الفيران ديالنا بي غادي يخرج بلاتي يعني غادي يستغرق واحد الوقت حتى يوصل لهاد البلاصه، كي يوصل لهاد البلاصه عاد دار العمليه الزوج. دونك بالنسبه عاود الفيران ا باش يدخل غادي يدخل بلاتي عليه. دونك جاب هنا زوج مربعات في بلاصه ما هو ديريكت مو هنا درنا زوج مربعات باش نعبروا على المده الزمنيه طويله شويه، ومن بعدها هذا هو الفيساع يعني ولا البلاصه فيساع. دونك هنايا هاد الطريقه هادي كتعبرنا على لا فيتاس، هادي حاجه ما كايناش في ليكواسيون بنوماتيك تاع لي موفمون. اخر حاجه كاينه هنايا اللي ممكن انه تزاد في الكرونوغرام انه شي مرات كنزيدو البوطون بوسوا. نورمالمون الكرونوغرام كنديرو هي لي فيرا مثلا فيرا ا وفيرا بي، كنزيدو هادي ديبار سيكل هو البوطون بوسوا، كنقولو هنايا فين بدات العمليه يعني لو ديبار ديال هاد السيكونس هادي غيتبدي هنا. دونك البوطون بوسوار كانت ما خداماش خطره وحده شي واحد كليكي عليها وطلق. دونك في هاد العمليه يعني في هاد لالين هادي غادي يبداو العمليات ديالنا، غادي يخرج الفيرا ا موراه يتبعو الفيرا بي موراه يدخل الفيرا ا وموراه يدخل الفيرا. دونك ممكن تلاقاو في الكرونوغرام حتى لي بوطون بوسوار خصوصا البوطون دو ديبار اللي كاتبين ديبارسي. هاد لي ميثود ثلاثه كيعاونونا باش نشرحوا واحد السيستم بنوماتيك. اما ندير لا ميثود تكستيال ونحاول نشرح بالتكست لو فونكسيونمون ديال السيستم ديالي، واما ندير لي موفمون ا بليس ا موا بي موا سي موا على حسب السيستم اللي عندي، واما الكرونوغرام. حتى في ليكزام كيعطيوكم هاد لي ميثود هادي، غالبا يعطيوكم التاكس وكيقول لكم عطيو لنا الكرونوغرام، ولا عطيوكم الكرونوغرام يقول لك عطيو لنا التاكس. هذا بلا الشيما، الشيما راه ضروري غادي يدار. شي مرات عاود كيكون عندي واحد الشيما صعيب باش تفهم كلشي بالشيما، كتعاون بهاد الكرونوغرام هادي، كترسم واحد الكرونوغرام صغير تما، كتقد تقرا هذاك الكرونوغرام في واحد الخمسة ثواني ولا 10 ثواني تفهم واحد الشيما اللي معقد بزاف. دونك هادشي اللي كاين في هاد لابارتي هادي اللي كتعتبر مهمة في البنوماتيك، كيفاش نريبريزونتيو لي سيكونس بنوماتيك، وشكرا.